بعد بلوغ منتخب بلادها نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، ضعفت الاتحادية الأرجنتينية المنح التي ستقدمها للاعبين نظير التتويج باللقب أمام المنتخب الألماني في النهائي المقرر بملعب ماراكانا الشهير يوم الأحد. ووعدت الاتحادية الأرجنتينية زملاء المهاجم ليونيل ميسي ب 663 ألف أورو لكل واحد في حال تمكنهم من تتويج بثاني لقب عالمي في تاريخ التانغو. وللتذكير فإن الاتحادية الألمانية وعدت لاعبيها قبل بداية كأس العالم بمنحة وصلت إلى 300 ألف أورو في حال التتويج، ولم ترفع القيمة رغم تألق المانشافت وإطاحتهم بالبلد المنظم البرازيل في نصف النهائي.